مساخير البوصله تاني حلقه في الاسبوع، وهنوقف بكره يعني هيبقى عشان ليله رمضان غالبا، فبكره هنعفيكم مننا وبعدين ان شاء الله نبتدي في رمضان الخريطه الجزء الثاني، تاريخ الحركات او خريطه الحركات العقليه في الاسلام. النهارده هنختم بحاجه مهمه جدا، كل مجموعه ابن تيميه كمؤسس لما أنتم تعلمونه وكعائق كبير زي ما أنا قلت في أول الحلقات أصلا من عوائق مسيرة التنوير. استمرارية تصدير هذا الشخص بفكرة أنه إمام وعظيم وشيخ الإسلام وصاحب منهج، فأنتوا شفتوا معنا كل حاجة حتى مبارح الفيديو. نقدر نتكلم عن حاجة مهمة جدا ووعدتكم بيها في نهاية كل ده، ما هو الحل الأساسي، ليس الوحيد لكن الأساسي، لكي تتوقف الماكينة عن إنتاج الأفراخ والأتباع اللي بتشوفوهم كل يوم. وأنا قلت لكم إزاي التكاثر الطبيعي ليهم، وإزاي المنهج مطلق في الزمن، وإزاي أنا بصدره ليهم، وإزاي اللامركزية في تخليقه. شوفوا بقى، طبعا دي وجهة نظري برضه. عندنا أربع حلول يؤدوا لشيء واحد في النهاية، اللي هو الحل الكبير الأساسي، كيف تقف أو يقف إمداد هذه الجماعات بالشباب والرجال والنساء المتعلمين والأغنياء كمان، عشان ما حدش يقول لي ده أصل فقير أصله، وأنتوا وأنا أثبت ده كتير. بصوا عشان نكون محددين، أول حل من الحكاية دي كلها حاجة مهمة جدا تحصل بشكل رسمي، ليس من المفكرين فقط، رسمي بقى من الدول، رسمي من المؤسسات الدينية. إن استجابت المؤسسات الدينية، إن استجابت، حاجة اسمها التبرؤ. يعني إيه التبرؤ؟ فاكرين الخناقة، مش الخناقة، الاحتدال، النقاش المحتدم بيني في حلقات كثيرة جدا، ليس هنا، حلقات أنتوا عارفينها، وبين حلقات كتير مع أستاذ عمرو أديب وغيرها، وبين المؤسسة الرسمية في مصر على مسألة ما هم سموه تكفير داعش. والحقيقة الاسم ملتبس وفي غرض في التسمية. ليه؟ أنا لا أقول، هم يقول لك إحنا ما ندخلش القلوب والأزهر لا يكفر، أنا ما قلتلكش خش قلب واحد، لأن أنا أول واحد بقول إن الله فقط يعلم ما في القلوب، وإن الرسول قال لخالد بن الوليد أشققت عن قلوبهم. أنا بقول لك حاجة تانية خالص، بقول لك تبرئة الدين من هؤلاء الشرذمة، من هذه الجماعة. فإننا أقول هو في قلبه مؤمن بالله اللي بيعتقد إن هو بيأمره بده مع نفسه، أنا لن أستطيع أن أنزع الكلام من قلبه أو أعرف إيه الحقيقة اللي فيه، متآمر مؤمن فعلا، الله أعلم، زي ناس كتير في التاريخ الله أعلم بحسن أو سوء نواياه، ما يمكن ما كانوش مسلمين وبيظهروا الإسلام، ما يمكن متآمرين كبار وعملوا نفسهم شيوخ، يمكن وارد. لكن أنا النهاردة عليا إيه؟ عليا أن أبرئ الدين كله من هؤلاء، فأطلع أنا كمؤسسة رسمية صوتها مسموع في العالم وأقول بثقة لي ده كله، هؤلاء الناس ليسوا من المسلمين. أنا هنا ما طلعتهمش، ما كفرتهمش، ولا ليه دعوة باللي في قلوبهم. ما المسلمون لهم أوصاف واحد اثنين ثلاثة وعقائد واحد اثنين ثلاثة، هؤلاء ليسوا منها. أن يستبيحوا القتل بهذا الشكل والأدلة دي بقى كلها وشيخهم، ليسوا من المسلمين. أنا هنا لا كفرت ولا دخلت القلوب ولا بقيت حاكم على الناس ولا كل الكلام اللي بيقولوه ده، لف ودوران. أنا هنا بس قلت لهم والله المصريين، بلاش المصريين، أوصافهم واحد اثنين ثلاثة، وعندنا دستور بيحكمنا بيقولنا واحد اتنين تلاتة. واحد بقى عمل خيانة كبرى فظائع، احنا بنعمل ايه؟ بس انا ماليش دعوة بقى هو في قلبه مصري ولا مش مصري، ما يبقى في قلبه اللي في قلبه، انا بأسقط عنه شرف الجنسية المصرية، وبتحصل بإرادة الدولة. انت يا عم قول انك مصري، ده مع نفسك بقى مع خيالك، لكن انت مش مصري دلوقتي. كل اللي عايزه في التبرؤ ان المؤسسة الرسمية تتحرك لإسقاط هؤلاء أو إخراج هؤلاء بره دائرة المسلمين، مش ماليش دعوة بقلوبهم، ما يمكن مؤمنين بأي حاجة بقى، أنا مالي يعني، الحقيقة اللي يؤمن بده أكيد مؤمن بحاجة تانية غير ربنا،
على ادعاء انه ربنا يسيد. خليهولك، مش بتاعنا، مش ناحيتنا، مش الرحمن الرحيم، مش القرآن. فبنقول للعالم، لكن انت طالع تقول للعالم اخوة لكنهم ضالون، اخوة بس يستحقوا القتل. الفئة الضالة زي البيان الملتبس اللي كلمت عليه زمان في حالة الأستاذ عمرو دي، قال الفئة الضالة، قال عشان كلمة فئة. ليه بقى؟ عشان يسقطوها أو يدخلوها بغموض غريب جدا تحت آية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فسموها بقى الطائفة الباغية، دول داعش المؤسسة بتسميها الطائفة الباغية عشان تبقى إيه، وإن طائفتان من المؤمنين. فبقينا يا فندم إحنا وهم طائفتين من المؤمنين متساويين. شفتوا المصيبة؟ شفتوا المصيبة اللي إحنا فيها؟ بقى الجيش وشعب والناس بتقتل دي كلها متساويين مع الإخوة في داعش، بقوا طائفتين من المؤمنين. لا، رضيت المؤسسة ولا ما رضيتش؟ لا، ده ولا في خيالكم، دول بره الإسلام، رضيتوا أو أبيتوا. واللي بتقولوه خاطئ، بس مش وقت الحساب. يجب، أنا بقول لكم الحلول لو عايزينها للي سامع بقى. واحد، التبرؤ. نعلن للعالم كمؤسسات ودول هؤلاء الشرذمة ومن علموهم، نحن بريئون منهم، والإسلام الحقيقي ليس هكذا. انتهى. تخيل أثر بيان زي ده في العالم، تخيل والله تغيير العالم بيصل بأوراق شبه دي. كل اللي عملوا يعني كل اللي عملوا التغييرات الكبرى ما زادتش عن ورقة صغيرة فيها هذا التغيير من الناحية العلمية أو الفكرية بالمناسبة، تغيير حقيقي. لكن مارتن لوثر عمل اللائحة 95 في ورقة، ده من الناحية الفكرية. أينشتاين عمل النسبية العامة والخاصة في ورقتين، غير الكون. تخيلوا بيان من أكبر مؤسسة في العالم الإسلامي، وأنا حقيقي بقول كده بس ملناش دعوة باللي بيديروها، تقول نحن نتبرأ من هؤلاء لأن الإسلام والمسلمين لهم 1 2 3 4، دول مش منهم، دول بقى يسموا نفسهم أي حاجة حتى لو قالوا دي خلافة النبوة. كذاب. بس أنت كده بتأيد كلامه، ما بالك بقى بالتراث التاني اللي كله بقى والخلافة نفس الكلام. المهم، 2، تاني حل لمواجهة الإرهاب، خلي بالك أنا بخلق بيئة تانية خالص، والله العظيم دي الحلول لو عايزين. مش عايزين أديني بقولها على طريقة اللهم إني بلغت. الطريقة التانية إنك تخلق، تشيل الأرض، تجرفها، تعمل جو تاني خالص، يطلع فيه نبت تاني خالص خالص. الاعتذار اللي أنا كنت أشرت إليه لما استشهدت بالبابا يوحنا بولس. الاعتذار هو عمل ايه؟ انتوا فاهمين ساعتها وانا جبت لكم الاعتذار، طلع قال الـ2000 سنه اللي فاتوا انا اسف، احنا اسفين، واسفين للطوائف باسمها وللديانات باسمها وللي غزيناهم باسمها، لان ده ما كانش المسيحيه. وكم هو من فعل شجاع، وكم هو من فعل يفيد الاديان بالعموم على فكره، مش المسيحيه بس. طيب احنا بقى مضطرين يعني نعمل ايه؟ اضطرار، لان انت طول ما انا شرحت بقى كتير بتقعد تقول لهم زمان العزة وزمان الخلافة، وبتكذب أو بتكذب على الناس على أنه كان زمان كويس، وهو زمان دموي قاتل إرهابي منحط لا يعرف الإسلام ولا للروح ولا للنفس الإنسانية إلا ولا زمة، ما يعرفش حاجة عن الإسلام. كل أزمنة الأمويين والعباسيين لحد العثمانيين. فتطلع بقى تقول قدام العالم كله عشان ما تقعدش دول يقولك ما احنا بنعيد الخلافة، خلافة اللي ضاع، خلافة اللي جميل لحد النهاردة. وانا حكيت الاسبوع اللي فات على موضوع عمل وزير الأوقاف مع الباحث بتاع الماجستير، وجبت لكم كلام من ابن تيمية للغزالي محمد القريب، كله بيقولك دي مؤامرة على الإسلام، ده احنا تشرذمنا. المهم، الاعتذار ده هيفيد كتير جدا في خلق بيئة أخرى. نعتذر للعالم عن 1300 سنة بنقتلهم من غير سبب، ونعتذر لبعضينا كمان، الطوائف بقى والحبة دي. من غير ده هتفضل النبتة بتزرع هي، لأنه انت قايله ان ده الصح، ولو بقى ما بيعملوش الدولة، لكن هو ده الإسلام في نظر هؤلاء واللي بيفرخوهم كل يوم. دقيقة بس أو دقايق فاصل وأرجع لكم.